بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تكلمنا في الأسبوعين اللي فاتوا عن مثل الزارع. الحد الأول والثاني من هطور بيتكلموا عن مثل الزارع، وتكلمنا إزاي إن ربنا عايز يحط البذار بتاعته جوانا. ولما قلنا خرج الزارع ليزرع، اتكلمنا عن ان رب المجد خروجه دوت كان عبارة عن افتقاد للبشرية، وافتقاده المرة دي ما كانش بظهورات ولا بأحداث ولا برموز، ولكنه كان افتقاد من نوع آخر، ان رب المجد بنفسه جه ليفتقد البشرية اللي هو بنسميه التجسد. لما جه رب المجد يتجسد وعاش وسطينا، ابتدى يرسم لينا خارطة الطريق. فاكرين لما جم في مصر قالوا لنا هنعمل خارطة الطريق؟ فاكرين لما اجتمعوا كده مع السيسي والبتاع؟ فاكرين الحكاية دي؟ فهو النهاردة في إنجيل النهاردة بيرسم لنا خارطة الطريق. فالخارطة بتاعت الطريق ديت يجي كده هو النهاردة في الإنجيل بتاع النهاردة يقول لنا إيه؟ من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وإمرأته وأولاده وأخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. كلام صعب قوي. لأول وهلة كده بنصطدم، إزاي ربنا يقول لنا ابغضوا أهلكم؟ إزاي يقول لنا ما تحبوش حد أكتر مني؟ إزاي يقول لك تبغض أبوك وأمك وإمرأتك وأولادك وأخواتك وكل ده حتى نفسك من أجلي؟ هنا البغضة يا جماعة مش معناها أن احنا نكرههم، ولكنها من وجهة نظر العالم هتبقى بغضة. هقول لكم شوية أمثال بسيطة عشان تقرب لنا الحكاية. ربنا عايز يقول لنا حب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل حواسك، عايز نحبه بكل قلوبنا. جايز المحبة دي بتتعارض مع محبتنا لقرايبنا. زي ايه؟ تفتكروا قصة القديسة دميانة لما جت سمعت عن باباها مرقس والي البرولوس، لما سمعت ان هو انكر الايمان عشان يحتفظ بنفسه يبقى والي، وهي كانت بنت صغيرة، حبت ربنا اكتر من باباها وقالت له كلام صعب جدا. قالت له انا مش مصدقة ان انت تعمل كده، وابتدت تكلمه تقول له يا ريتني كنت عرفت ان انت مت شهيد احسن ما اسمع عنك ان انت انكرت الايمان. هل دي نعتبرها بغضة لابوها ولا نعتبرها ايه ديت؟ ما ينفعش نقول عليها بغضة. طب ايه رأيكم تسمعوا عن القديس بطرس خاتم الشهداء؟ كلنا عارفينه، كان البطرك رقم 17. مامته ما كانتش بتخلف، ما كانش عندها عيال، وبكت كتير وصلت. ربنا ممكن تبدين عيل زي كل الستات ما عندهم عيال، بس بشرط، شوفوا بقى الكلام اللي جاي غريب جدا، تقول له بس بشرط تساعدني ان انا اقدمه لك يكون شهيد. يعني كل امنية حياتها ان ليه الناس كلها مقدمين عيالهم شهداء وانا نفسي اقدم لك شهيد يبقى في بيتي. ربنا يجيب لها بطرس وما يبقاش شهيد وبس، ده يبقى بطرك ويبقى شهيد ويبقى مشهور بلفظة ايه؟ خاتم الشهداء. هو ده بغضة من الام؟ طب هقول لكم على حاجة. تسمع عن القديسة صوفية، كان عندها 3 بنات، 9 سنين و10 سنين و11 سنة ورا بعض، بستس وهلبيس واغابي. تعالي يا ست صوفية انكري الايمان. لا مش هنكر. طب هنضغط على مشاعرك وعلى وطفك. اكتر حاجة تتعب مشاعر الام ايه؟ عيالها. ده انتوا لما عيل فيكو عيال بتلعب مع بعض، لو عيل خربش عيل ممكن تبقى ازمة دبلوماسية. لكن لما ضغطوا على مشاعرها وقالوا لها هنموت لك عيالك، قالت لهم كله فدا المسيح. بنسميها دي بغضة؟ يمسكوا عيالها واحد ورا واحد، بناتها التلاتة، يذبحوها قدامها وهي تصلي تقول يا رب خليهم ثابتين على الإيمان، العيال ما تخافش وتنكر. هل دي هنسميها بغضة؟
وجم عملوا ايه بقى؟ قالوا لها احنا بقى مش هنموتك. قالت لهم طب انا كمان اموت شهيده؟ قالوا لها لا، احنا هنسيبك تتحسري على عيالك، وهنسيبك تعيش عمرك كله وتبكي على عيالك، ترفع عينيها للسماء وتقول يا ربي خد روحي، انا مش هقدر اعيش في الظروف ديت، ربنا ياخد روحها في الحال. تعال نروح بقى عندنا كمان في مصر، تفتكروا الست رفقه وبنا وعيالها نفس الحكايه، تفتكروا في الصعيد في اسنا الام دولاجي نفس الحكايه، ذبحوا عيالها على رجليها. هي دي هنسميها بغضه؟ اهل العالم هيقولوا عليها دي بغضه، لكن احنا الناس اللي فاهمين هنقول عليها لا دي مش بغضه. زي زمان لما ابتدت الرهبنه كده تتنشط في مصر، ما كان حد يروح الدير يترهبن، كانوا اهله يعني يعيطوا ويصوتوا ويتخانقوا مع الدير، وساعات كانوا يطلبوا لهم البوليس. لكن دلوقتي طبعا مع الوعي بقى الناس النهارده بقت حلوه خالص، لما يجي ولد كده ولا بنت تقول لمامتها انا راح اترهبن تزغرط، تقول يا سلام هنقدم ابن لينا ولا بنت لينا للمسيح، دي حاجه كويسه. هي دي بنسميها بغضه؟ لا مش دي بغضه. فاحنا لما نكون نسمع اي حاجه كده لازم نفهمها علشان ما يجيش حد يشككنا في كلام الانجيل. باختصار الكلام، اول حاجه النهارده في الانجيل يقول لنا خارطة الطريق ان احنا نحب ربنا يبقى نمرة واحد في حياتنا. ساعات احنا بيبقى نمرة واحد في حياتنا مثلا مذاكرتنا او مذاكرة العيال، شغلنا، معرفش ايه، بنرتب كل حياتنا ونخلي نمرة 10 ولا نمرة 100 يبقى ربنا في الاخر. الشغل طبعا كويس مطلوب، المذاكرة مهمة، كل حاجة مهمة، بس لما نيجي نرتب مواعيدنا ونرتب وقتها وقتنا نرتبه بطريقة كويسة علشان ما ننساش حق ربنا، علشان هو ده الوقت اللي هيدينا بركة في بقية الوقت كله. فأقولها تاني، من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. النقطة المهمة في خارطة الطريق، من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. إحنا كلنا بنحمل الصليب، بنحطه على صدرنا، بنحطه في بيوتنا، بنحطه على كنايسنا، ولكن الحقيقة مش عارفين يعني إيه حمل الصليب، مش عارفين نشيله بصح، مش عارفين نحتمله بالمظبوط. حمل الصليب معناه ان انا اكون مصلوب قدام العالم، ابقى مصلوب قدام العالم. شوفوا كده بولس الرسول يقول لنا ايه، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الاهواء والشهوات. عارفين لما يبقى في هواء كده جامد وفي ورقه عماله تطير، فنروح مدبسينها مش هتطير، مسكت خشبه كده ولا حاجه مسمرناها مسكت، يجي الهواء ما تتزقش. فهو ده بالظبط اللي ربنا بيقول هناك، يقول لك انا عايزك تسمر الجسد واهوائك وشهواتك، عايزك تسمرهم، عايزك تسمر عينيك دي في الصليب، عينيك دي اللي رايحه جايه تشوف حاجات مش كويسه، عايز اصلبها. الجسد اللي انا عمال ادلعه دوت عايز اصلبه، مش عارف اصلبه. الكنيسه تقول لك طب خد هديكوا شويه اسوان، هساعدكوا، هعمل لكم شويه اسوان تهدي شهوات الجسد شويه، هديكوا شويه تسابيح في الكنيسه نيجي نسبح شويه علشان خاطر اساعدكوا. كل ده ازاي نصلب جسدنا؟ ازاي اصلب وداني ما تسمعش حاجات كتيره خالص من الشارع، ما نسمعش تليفونات مش كويسه، نميمة ما بتخلص، واحنا مشهورين بيها كمصريين كلنا رجالة وستات، كنا زمان بيقول الستات بس الرجالة دخلوا نطوا في المركب هما كمان، فبقينا عايزين نسمر ودنا. في واحد كده هوت لما يجي يحكوا في حاجة مش عارف ايه يبتسم كده ويروح ايه يتوارى، مش عايز اسمع، مش عايز يدنس ودانه. ده حتى سوري يعني حتى الكاهن
ساعات كده في ناس متخصصة تيجي تحب توسخ ودانه، شفت فلان قال وفلان عاد وفلان حصل وفلان وصل ومش عارف ايه، او في الاعتراف مثلا يقعد يحكي بتفاصيل، يا ابني المهم خلص، مش عايزين نسمع تفاصيل، مش عايزين ديتيلز، المهم ليه؟ عشان ايه؟ مش عايزين، عايزين نصلب وداننا، عايزين نصلب الحواس بتاعتنا، نصلب الجسد مع الاهواء والشهوات، نقول له كده يا رب سمر خوفك فيا، ونبص كل يوم كده هوت لصليب رب المجد ونقول له يا ربي ساعدني ان انا احمل الصليب، ساعدني ان انا احمل استحمل الاهانات من الناس. ساعات احنا اللي بيعمل لنا كده بناكله، اللي بيعدل علينا حاجة بنزعل، كرامتنا فوق دماغنا. حتة الاحتمال وحمل الصليب والحاجات دي، الناس بيقولك الحاجات دي كسباير، خلاص كان زمان. لا مش زمان ولا حاجة، ده ديت خارطة الطريق اللي ربنا حاططها لنا النهاردة. من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. زي ما قلنا في الفترة اللي فاتت، رب المجد ما قالش حاجة غير ما هو عملها. لما قال لي احمل الصليب هو حمله قبلية، مش كده؟ في صورة جميلة قوي شفتها في القدس، في دير من الأديور الروس، جايب لك المسيح شال الصليب وماشي، جايبين صورة المسيح كده كبيرة شال الصليب وعاملينه كله من النور، يعني المسيح الصليب نفسه بالمسيح وشعاع نور كبير جدا نازل، والنور ده نازل على تحت، آلاف من الناس ماشيين كلهم ورا المسيح شايلين الايه الصليب. اول ما شفت الصورة ديت قلت هي دي، هي الآية ديت، من لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. اصل في فرق بين المسيحيين وبعضهم، في فرق بين ان انا ابقى مسيحي بالاسم، وفي فرق ان انا ابقى مسيحي تلميذ للمسيح، متلمز فاهم متعلم الكلام بتاع ربنا. ما احنا كلنا مسيحيين، كثيرون يدعون وقليلون ايه ينتخبون. فاحنا مش المهم ان انا ابقى اسمي مسيحي، مش مهم ان انا ابقى معلق صليب، المهم انا تلميذ للمسيح وفاهم كلامه وعايشه. هل انا بحمل الصليب وبحتمل الاهانات ولا لا؟ هل 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 الى اخره. فيبقى هنا في خارطة الطريق نمرة 2، من لا يحمل صليبه ويتبعني لا يقدر أن يكون لي تلميذا. بعد كده هوت يبتدي يكلمنا على النقطة اللي بعد كده في خارطة الطريق، يقول لك لازم تحسب حساب النفقة. حساب النفقة اللي احنا بنسميها في الحياة الروحية محاسبة النفس، ان انا اقعد احاسب نفسي، اشوف كده انا ماشي مظبوط ولا ماشي غلط، وافكر ايه الخطط. فينا هوت في امريكا حاجه جميله قوي في الاشغال كلها، لازم يعملوا حاجه اسمها اكشن بلان، ويعملوا كده هوت يشوفوا ايه الخطط اللي هتتعمل. وزي ما كنا في مصر يقول لك في خطط قصيره الاجل وخطط طويله الاجل. هل انا بقعد كده اعمل خطه قصيره الاجل وطويله الاجل لنفسي؟ اقعد كده افتح الانجيل والاقي كده خيبتي ان انا حاجات كتير مش فاهمها، ازاي بقى انا واحد راجل كده زي الشحط وفي حاجات مش فاهمها؟ ازاي اسامي مشهوره ما اعرفهاش عمري ما سمعت عنها؟ ازاي حاجات مهمه واحداث كتيره في حياه المسيح نفسه يعني يا دوبك سامعها كده طشاش مش عارفها؟ طب ما اقعد اعمل خطه، امتى هخلص الحاجات ديت؟ امتى هفهمها؟ امتى هتعلمها؟ هقعد اقول بعدين 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 لغايه امتى؟ ما انا مش هبقى تلميذ كده للمسيح، انا هبقى بالاسم بس لكن مش في الفورم خالص. فيقول لك لما تيجي تحسب حساب النفقة يقول لك ايه؟ من يريد ان يبني برجا، من منكم وهو يريد ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله لئلا يصنع الاساس ولا يقدر ان يكمله. الأساس موجود،
هو المسيح، واحنا اللي بنبني على الاساس دوت. تفتكروا المباني في مصر بيبنوا ايه؟ بيحطوا الاساس، ولما يجي يبنوا بيبنوا بالطوب، مش كده؟ فلما بيحطوا صف طوب كده هوت بيسموه ايه هناك؟ مين عارف الناس اللي بتبني بيسموه ايه؟ مدماك، مش كده؟ فاكرين بيسموه مدماك. حطوا مدماك الاول، المدماك الثاني، الثالث، الرابع. يقولون الاباء هذه المداميك او هذه الصفوف المترصه فوق بعضها ما هي الا حاجات في حياتنا الروحيه. فيقول لنا اول حاجه احطها هي الطاعه. اول حاجه نحطها كده تحت خالص الطاعه. الطاعه للمرشد الروحي والاب الاعتراف. حتى لو كان اللي ابونا بيقوله ما انتش مقتنع بيه، اسمع الكلام وانت هتفهم بعدين، لان في حاجات كتير بيبقى ابونا مش قادر يقولها، او تبقى في حاجات مربطة ببعضها احنا مش واخدين بالنا منها. ده حتى لو ابونا قال حاجة وانت حاسس انها غلط، اعرف ان حتى لو هي غلط اعرف ان ده بسمح من ربنا ان هو قالك كده لفايدتك الروحية. فاول مدماك في الحياة الروحية هو مدماك الايه؟ الطاعة. عشان كده لما حد بيخش الدير يترهبن اول حاجة يشربوها للعيال الرهبان الصغيرين اول حاجة ايه؟ طاعة. ويقول لك كده الانبا انطونيوس، الطاعة والمسكنة يخضعان الشياطين لنا. المسكنة اللي هي التواضع يعني. عشان كده تاني مدماك الاتضاع. بعد كده هو حياة التسليم. بعد كده النمو الروحي، نحط بقى الفضائل فوق بعضيها، تلاقي نفسك عمال تبني مدماك ورا مدماك ورا مدماك، ترصهم كلهم فوق بعض. يقول لك المشكلة انك ممكن تعمل كده وتيجي في الاخر تبص تلاقي نفسك مش عارف تكمل، الناس تضحك عليك. في آية، في آية جميلة جدا في رسالة بولس الرسول لأهل غلاطيا، يقول لك أيها الغلاطيون الأغبياء، أبعد ما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ أقولها تاني، أيها الغلاطيون الأغبياء، أبعد ما ابتدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ ايه ده يا بولس؟ قال لك اصل دي ناس ما حسبتش حساب النفقة، ابتدوا يبنوا وما كملوش، ابتدوا البناية وما عرفوش يكملوها، ابتديت سكتي مع ربنا وجيت في النص تعثرت، دخلت الكنيسة حد قال لي كلمة ما عجبتنيش، حد ما رحبش بسيادتي وقال لي اهلا وسهلا سعدت بيه نورتنا وشرفتنا، حد مش عارف عمل ايه، حد مش عارف ايه، حد عمل ايه، اروح مقموص وماشي، او عملوا حاجة من غير ما ياخدوا رأينا مثلا نزعل ونمشي ونسيب لهم الكنيسة. حتى ده على مستوى الخدمة، لو امين الخدمة قال للخادم ولا الخادمة كلمة مش على مزاجه يروح مدينا ظهره وساب لنا الخدمة وماشي. ايه ده؟ دي ناس مش عارفة تكمل البرج بتاعنا، مش عارفة تمشي في البرج، ما حطتش المداميك مظبوطة، ما ترصتش البناية بطريقة سليمة، طالع الطوب معوج، رخر البناية المظبوط. كل ما يبني يجيب الميزان ويشوف البنا ماشي مظبوط ولا لا، ويعدله يعدل فيه اول باول. لكن لو قعد يرص 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 عقبال ما الحيطه ان شاء الله تطلع فوق وهي مش مظبوطه، هتروح مقلوبه على دماغه وقع عشان مش ماشي عدل. فلازم المداميك دي تمشي عدل، تبقى ماشيه بطريقه مظبوطه خالص كده هو تحت ارشاد، عشان نقدر نكمل البنايه. برضو بولس الرسول راح كده هو في رسالة كورنثوس يقول لك بصوا الأساس هو المسيح وإحنا بنبني. يقول لك في أنواع كثيرة من المباني. إيه يا بولس المباني هتقول لنا عليها؟ قال لك في بناء من الذهب، وفي بناء من الفضة، وفي من الأحجار الكريمة اللي هي زي أنواع الرخام يعني، وفي من الخشب، وفي من العشب، وفي من القش. أنتوا مين؟ فالواحد كده يبص يقول لك ده احنا مش مالناش دعوه بالثلاثه الاولين دول، لا احنا بنين ذهب ولا فضه ولا حجاره،
ده احنا في الحته الاخرانيه دي، خشب وعشب وقش. يقول لك البنايات دي تمتحن بنار، تمتحن بنار. اول ما النار تقرب من القش، هقولهم بقى بالعكس من الناحيه الثانيه، تلاقي القش بسرعه زي بيوت الفلاحين كده، ما يبقى فيه قش فوق تلاقي الدنيا كلها ولعت، والعشب اقل شويه، والخشب، الحجاره تستحمل، الفضه تستحمل، الذهب يستحمل. فلما نيجي نبني بنايه ونقعد نعمل الخطه والخطط الاكشن بلان اللي عايزين نعملها، يقول لك لا انا عايز ابني بدايه بنايه من الذهب. يعني ايه؟ انا عايز اربي ابني عشان يبقى حاجه كباره، يبقى ثابت في الكنيسه، يبقى ثابت في ربنا. زي ما كنت لسه بتكلم عن مامه القديس بطرس، تقول لك انا عايز ابني يبقى شهيد. وبعد كده هوت لو تفتكروا البطرق البابا توفيلوس رقم 23، لما جه اخته وجوز اخته توفوا وسابوا له عيال صغيره، اللي هو القديس كيرلس واخته، القديس كيرلس عمود الدين، طفل صغير. البطرق لما ربى الولا الصغير دوت اللي اؤتمن على تربيته، قال لك انا ده هربيه يبقى بطرق، مش هربيه تربيه عاديه، انا هربيه يبقى بطرق. وطلع بقى عظيم في البطرقه القديس كيرلس عمود الدين البطرق 24. ارفعوا البار شويه، فكروا ازاي البنايه تبقى جميله، ازاي البنايه تبقى عاليه، ازاي البنايه تبقى من الذهب، ازاي تبقى من الفضه، من الحجاره الكريمه، تبقى حاجه جميله كده. لما اروح سفر كده الرؤيه ونتفرج على الاساسات والمباني اللي هناك، حاجه رائعه خالص. فلازم يا جماعه نحسب حساب النفقه. وادانا مثلين، المثل الاولاني بتاع البرج، المثل الثاني يقول لك كده هوت، اي ملك يمضي لمحاربه ملك اخر، أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي بعشرة آلاف الذي يأتي عليه بعشرين ألف؟ يعني إيه؟ يقول لك أنت داخل في خارطة الطريق، لما تمشي كده هوت في الحاجات اللي المسيح قالها لك، هتقوم عليك حرب روحية غير محتملة، حرب روحية جامدة جدا. فهل أنت مستعد ليها؟ زي إيه؟ قال لك الملك لو مع 10,000 جندي وراح لواحد تاني حاربه معاه 20,000، طبيعي اللي معاه اكتر الجنود الاكتر هي اللي هتغلب. فهو عايز يقول لك خد بالك ان الشيطان اقوى منك، بس اقوى منك امتى؟ لو انت مش مستعد، لو انت مش حاسب حساب النفقة، لو انت مش حامل اسلحتك معاك الروحية اللي بولس اتكلم عليها في رسالته لأفسس الاصحاح السادس، مش لابس خوذة الخلاص، مش معاك الترس بتاع الإيمان. لو أنا مش مستعد لهذه الحرب هنهزم. فيقول لك احنا داخلين على حرب ضروس بيننا وبين الشيطان. ويقول لك بولس الرسول لم تقاوموا بعد حتى الدم. حرب، هي حرب، هي مش دلع، مش لعب. تعالى كده هوت انت النهارده احضر لك الكنيسة كده ونعم اعترفين ومتناولين وحضرين مدرسة الأحد والدنيا جميلة واحنا مروحين عملنا عمل خير وبتاع، ثق تماما في خناقة بالليل هتحصل عندك في البيت، في مصيبة هتحصل لك. لما ابقى أنا واخد بالي وفاهم هبقى مستعد لها. فلما يحصل عندنا الحاجات ديت نبقى احنا فاهمين ان عدو الخير بيحاربني، عايز ياخد منك البركة اللي انت خدتها، عايز يخلي يشتتني. دخلت في مدارس الاحد خادم مثلا قال درس حلو قوي جميل، والعيال قالوا يا احنا اتعلمنا منك يا استاذ، يخرج الاستاذ بره يلاقي خناقه مستنيان على باب الكنيسه. ايه ده؟ حرب، حرب، هي احنا في حرب، احنا مش دلع، في حرب روحيه. كل اللي عايزه منك الشيطان ان انت تقول له خلاص انا سلمت، هرمي اسلحتي ومش لاعب. هعمل ايه؟ ابونا النهارده قشر في وشي ما سلمش عليا كويس، طب انا زعلان من الكنيسه وزعلان من ابونا ومش قاري الانجيل ومش مصلي ولا مصايم وتدعي الدنيا كلها. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه ده؟ احنا مش فاهمين ايه الخلاص اللي ورانا، احنا مش فاهمين ان احنا عندنا ابديه ورانا، ميراث كبير عايزين نورثه.
لسه امبارح بتكلم مع ناس بقول لهم فكروا انت عشان توصل للي انت فيه دلوقتي. يعني انا دلوقتي دخلونا حضانة ودخلونا ابتدائي كام سنة واعدادي وسنة وجامعة، ذاكرنا قد ايه ورحنا المدرسة قد ايه وخدتوا دروس قد ايه وعملتوا قد ايه عشان يبقى معك حتة ورقة معك بكالوريوس معرفش ايه. طب هل احنا ادينا عش ولا واحد من عشرة من عشرة من الوقت ده لربنا؟ ده انا عشان اخد حتة شهادة بنتعب كل دوت، وتلاقي الواد يا عيني قاعد عمال طفحان الدم. حلو خالص جميل، بس يا ريت نعمل كده في حياتنا الروحيه. ورانا ميراث، ورانا حاجات عايزين نكسبها، ورانا بنايه عايزين نبنيها، ورانا زرع عايزين نزرعه، ورانا حاجات كتير عايزين نجملها. حياتنا عامله زي البريه عايزين نسقيها ونجملها بالورود. عارفين يعني ايه ورود؟ يعني فضائل، عايزين نجملها بالفضيله، ما تبقاش عايز من زي الصحراء الجرداء. نراجع تاني ونكمل عشان خلاص فاضل حته صغيره. يبقى اول حاجه في خارطه الطريق محبه ربنا فوق كل شيء، ويبقى ربنا نمره واحد في حياتنا. الحاجه التانيه ان انا لازم احمل الصليب. الحاجه التالته ان انا لازم اعمل حساب النفقه، واداني المثالين بتاع البرج وبتاع الايه الحرب. اخر حاجه يقول لك إلا هكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله لا يقدر أن يصير لتلميذا. محبة المال اللي قالوا عنها أن هي أصل لكل الشرور، محبة المال اللي هي أصل لكل الشرور. طبعا كتير اتكلمنا في الموضوع دوت. ربنا يدينا نعمة أن احنا نحس فعلا أن احنا تلاميذ. عارفين زمان في مصر كان يقول لك الولد ده تلميذ نجيب، فاكرين الكلمة ديت ولا نسيتوها؟ يقول لك ده تلميذ نجيب. عايزين كده ربنا يفتخر بينا قدام ملائكته، يقول لنا دول ولادي. عايزين ربنا يبقى فخور بينا كده هوت، يقول لنا دول ولادي، دول حبايبي، دول اللي جايين ورايا حاملين الصليب وماشيين في موكب النصرة. موكب النصرة دول اللي ماشيين منتصرين فرحانين في الطريق. ربنا يدينا نعمة ان احنا نعرف ازاي نحمل الصليب، ازاي نعمل حساب للنفقة، ازاي نحبه فوق كل شيء، ازاي ان احنا نترك حتى لو كانت الاموال بتاعتنا في طريق نجاحنا وطريق ميراثنا، نتخلص من محبتنا لكل الماديات وكل الارضيات. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد امين. تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إلهنا الحبيب الصالح يسوع، من أعماق قلوبنا ربي نحمدك ونشكرك ونمجدك، لأنك يا رب أتيت بنا يا ربي إلى هذا اليوم، ومرة أخرى يا ربي تمتعنا بهذه الفترة المقدسة التي لصومك المجيد، تخلينا يا ربي نتأمل في تجسدك وفي اتضاعك العجيب، حتى أنك يا رب أتيت إلينا على الأرض متخذا جسد بشريتنا، جلست وسطنا يا رب لتعلمنا، وأعطيتنا يا رب اليوم تعليم محية جزيلة. علمتنا إزاي يا ربي نحبك فوق كل شيء، فوق محبتنا حتى للأهل وفوق العواطف الطبيعية والمشاعر، لأن ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة، والرخاوة لا تمسك صيدا. اجعلنا يا رب نكون متمسكين بيك، نعمل يا رب بقوة في كرمك، نستعد يا رب أن نبني هذه البناية، هذا السلم الروحي الذي نصعد به إلى السماء. لقد أتيت يا رب وضعت الأساس، وجعلتنا يا ربي نبني فوق هذا الأساس.
خلينا يا رب ازاي نعرف نحسب حساب النفقة، خلينا ازاي يا ربي نتعلم كلامك المحي ونفهمه ونجلس تحت قدميك لنشرب منك يا رب تعليمك المحي. اجعلنا يا رب ان نبني بنايات من ذهب، اجعلنا يا رب ان نجمل حياتنا بالفضيلة، اجعلنا يا رب نكون مستعدين لهذه الحرب القوية بيننا وبين جنود الشر الروحية. فلنتمسك بك يا رب في كل شيء ونسير خلفك حاملين صليبك، لا نشعر يا ربي بذل وهوان بل نكون فخورين بحمل صليبك. آبائنا الشهداء صاروا في طريق الشهادة بدون يا ربي حزن أو بكاء، ولكنهم كانوا متهللين في حملهم للصليب واحتلامهم واحتمالهم الضيقات والألام من أجل اسمك. متعنا يا ربي بهذه الفترة، خلينا نتمتع يا ربي بصومك وبتسبيحك الجميلة اللي تخلينا يا رب نقترب منك شوية ونحس ان انت يا رب دايما قاعد في وسطينا. نأتي يا رب الى معيتك ونأتي الى بيتك المقدس يا ربي، ونراك يا ربي معلقا على عود الصليب فاتحا احضانك لتجتذبنا يا ربي من انشغالات العالم. بارك يا رب في اولادك الواقفين امامك، دبر كل امور حياتهم واحتياجاتهم بحسب مشيئتك المقدسه. طلب خاص يا رب من اجل شعبك في مصر وفي كل بلاد الشرق الاوسط والعالم كله. العالم كله يا رب يضطرب لانهم يا رب بعيدين عنك. خلينا يا رب نقف ونرجع يا رب اليك حاسبين حساب النفقه. من اجل الشفاعات تصنعنا كل حين امنا القديسه الطاهره مريم والقديس العظيم ماري مينا العجيبي وقديس حنا فهم ذهبي الفم قديس العظيم انبكشوي كل مصاف قديسين. اسمعنا حينما ندعوك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لهذا الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وخلصنا يسوع المسيح شاركت معه في الحقود استكم مع جميعكم، امضوا بسلام سلام ربي.